حسن رأيك بما نشهده من تراجعات على النفط؟ يعني ما شهدناه خلال أسبوع تعطيل ممر الملاحة الخاص بقناة السويس هو بأنه كان لدينا نوع من التقلبات، ولكن يعني كانت حادة، اليوم عدنا للتراجعات، ولكن هذه التراجعات كأنها تنظر بشكل أكبر للأساسيات وليس إلى تطورات قناة السويس. بالفعل بالفعل لا تنظر الأسواق النفطية إلى تأثير أزمة قناة السويس، سوف أتحدث بعد قليل عن قناة السويس ما هي الأسباب وراء ذلك. لكن الانخفاض، إذا نبدأ بتوقيت الانخفاض في أسعار النفط، عندما وصلنا لأعلى مستويات لأسعار النفط بأكتوبر 2018، لامس سعر النفط الخام الأمريكي 67 في الثامن من شهر مارس 2021، وبدأنا نشوف التراجعات اللي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الإغلاقات في عدة دول أوروبية. أيضا إذا نظرنا إلى المعروض النفطي وحسب آخر تقارير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عم تظهر زيادة في المعروض النفطي، نتحدث عن 5.7 مليون برميل يوميا، يعني بارتفاع من 461.7 مليون برميل يوميا، في ارتفاع في خلال شهر حسب آخر القراءات طبعا بشهر فبراير، وعم نشوف هذا التزايد في شهر فبراير وأيضا استمرار في شهر مارس. هاي الارتفاعات بالمعروض النفطي مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا والإغلاقات الاقتصاد اللي تمت في عدة دول أوروبية، عم نشوف الانخفاض عم يتم على المدى القصير بشكل مؤقت. نحن شفنا خلال الأسبوع الماضي كيف التراجعات كانت طبعا بنسبة 1% تقريبا، تراجعنا خلال الأسبوع الماضي للنفط الخام الأمريكي الخفيف رغم الارتفاعات التي حصلت من خلال جنوح السفينة بقناة السويس، وبالتالي يعني هناك أضرار جسيمة من هذا الإغلاق عبر قناة السويس، بالتالي شهدنا بعض الارتفاعات التي شهدناها يوم الأربعاء. لكن عم نشوف الإصابات ما زالت عم ترتفع، نحن عم نحكي عن 580 ألف إصابة يوميا، هذا الارتفاع بالإصابات متوقع لأسعار النفط، أنه نشوف المزيد من التراجعات ممكن ما تدوم لفترات طويلة حتى تثبت. بالنسبة لا نستطيع تحديد القاع بشكل عام، لأني في عنا اجتماع منظمة أوبك، يعني من المتوقع أنه لا يكون في تغيير لسياسة الإنتاج، ستبقى يعني لا يوجد كما هي، لا يوجد أي تغيير، سيكون سياستها نحو انخفاض في تخفيضات الإنتاج، وبالتالي إلا سوف نرى تعافي اقتصادي على المدى المتوسط والطويل. لو رأينا هذه يعني هذا التعافي على المدى المتوسط والطويل، ربما سوف نشهد ارتفاع لأسعار النفط، فسيبقى التذبذب وبعض الانخفاضات لكن لن تدوم لفترات طويلة. هذا بالنسبة لأسعار النفط. دعينا نتحدث أيضا عن موضوع أداء الدولار الأمريكي. يعني نهاية العام الماضي كان الشورت بوزيشنز أو المراكز البيعية على الدولار كانت وصلت لأعلى مستويات في عدة أشهر، وكان الرهان هو ضد الدولار الأمريكي وتراجعات لهذا العام. من بداية العام إلى اليوم اختلف الناراتيف بطريقة ما، وبدأ المستثمر يسعر بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل بالمقارنة مع بقية الاقتصادات العالمية. إلى أي مدى ترين بأنه هذا العامل سيكون كافي للحفاظ واستدامة ارتفاعات الدولار التي كنا قد شاهدناها؟ نعم، يعني قبل أن أدخل إلى موضوع الدولار الأمريكي، بس خاطيني بس أحكي شوي عن النفط بما أن الدولار الأمريكي مرتبط بأسعار النفط. معلش، بالنسبة لقناة السويس، نحن ذكرت أنه بداية الحديث أنه ما في أزمة على أو تأثيرات على قناة السويس، نحن نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وكل هذه الدول عم تمر عبر الشرق تقريبا 65 و70% تتجه الشرق، الباقي 30% عم بيتجه عن طريق البحر الأبيض المتوسط، فهذا السبب أنه ما في تأثيرات واضحة على من تأثيرات قناة السويس على الأسواق النفطية، لأني عنا أصلا تخمة في المعروض النفطي، فبالتالي يعني بالأصل يعني هذه السياسة موجودة، فبالتالي هذا السبب أنه لا تأثيرات من إغلاق قناة السويس. إذا اتجهنا إلى الدولار الأمريكي بما أنه مرتبط أيضا بأسعار النفط كما ذكرتي، نحكي عن بالنسبة للدولار الأمريكي، يعني إذا تحدثنا عن الإغلاقات الاقتصادية اللي عم نشوفها بيد
عدة دول أوروبية، وأيضا عنا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية يوم الجمعة. صحيح. بالتالي هذه البيانات لها تأثير كبير على الدولار الأمريكي، وأيضا البنوك رح تكون في أوروبا بالمقابل رح تكون بعطلة بسبب الجود فرايدي. فبالتالي هل بالنسبة إذا قارنا أوروبا بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بعدة دول مثل الصين مثل اليابان، بنشوف أن التعافي الاقتصادي أكبر بهالدول إذا ما قارناها بأوروبا. إذا تحدثنا عن الربع الرابع بأوروبا، في انكماش كان بالربع الرابع ب 0.7 ماينس، وأيضا إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية النمو أكبر، نحن نتحدث تقريبا عن 4.2%. فهذا الارتفاعات واضح بالمقارنة مع الدول الأوروبية في ارتفاع بالنمو. التضخم بأوروبا أقل من 1%، فرح تضطر أوروبا أن نشوف المزيد من التحفيز الاقتصادي. نعم. أن تقوم أوروبا لمعالجة هذا الضعف، سواء من نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا والتضخم الضعيف. نعم، يعني ذكرتي موضوع التضخم، دعيني أتوقف معك هنا. بيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكدت وجهة نظر الفيدرالي بأنه لا يوجد إلى الآن ضغوط تضخمية، وبالتالي لا نزال بعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات محافظين على مستويات 1.6%. هل ترين بأنه لا يزال هناك احتمالات أن يستمر المستثمر بتسعير تضخم أعلى خلال الفترة القادمة على الرغم من البيانات التي صدرت إلى الآن؟ أنا لدي وجهة نظر من ناحية أنه البيانات إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بنفس الوقت نحن عم نشوف حزم تحفيز كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية، ونحتمل نشوف هالتحفيز قادم بعد ذلك. لكن 1.9 تريليون دولار، وأيضا إبقاء أسعار الفائدة متدنية حتى نهاية عام 2023، عم نتحدث عن عام 2024، بالتالي هذا راح الحزم التحفيزي، يعني في إنفاق استهلاك، يعني محتمل ارتفاع التضخم، ارتفاع في حجم المديونية، وهذا رح يخلي شوي أنه نشوف الدولار ضعيف. فبالتالي اليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجة الضعف أيضا باليورو وارتفاعه بشكل مؤقت للدولار الأمريكي بهذه الفترة، ممكن نشوف مستويات دون 1.17، لأن في عنا الوضع ليس بالجيد بالدول الأوروبية. لكن الدولار الأمريكي بتوقع على المدى الطويل، ما زلت نظرتي مع ارتفاع التضخم المحتمل نتيجة حزم التحفيز، مع انخفاض أسعار الفائدة المتدنية، مع حجم المديونية، وأيضا العجز في الميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن نتوقع أن الدولار، وأيضا توترات، لا تنسي أنه أيضا توترات اللي بنحكي عن الأمريكية الصينية، ممكن بشكل مؤقت أنه ترفع الدولار الأمريكي أمام اليوان الصيني. شكرا لك لينا قنوع، محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. شكرا جزيلا على هذا الإطلاق.